في الرفماج ومهم نحكيهم على الجون. الجون متاعنا اليوم اللي منهم برشا صاروا مغرومين بالسينما بالتصوير وبالديزاين وما يعرفوش وين يعملوا تكوين وين يمشوا يعملوا فورماسيون باش يتحصلوا على شهيد. اليوم باش نحكيو على سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل اكاديمي دار دو كارتاج تونس للي ما يعرفوش موجود في البلفيدير سنتر فيل تونس. الاكاديمي دار دو كارتاج سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل مختص في لي دومين دو لوديو فيزويل فوتوغرافي architecture, design, infographie, multimédia, les maghroumines de cinéma, ou le tasuir, ou le design, ou l'infographie, ou ils aiment faire le tekwin, ou ils ont la chahide homologuée, reconnue par l'État en BTP ou en BTS, si vous êtes amine, dans le bac ou le blèche, ils aiment faire le caïdou dans l'Académie d'art de Carthage, où ils ont rentré en mars, où ils ont fait le grammes, où ils ont fait le travail. L'Académie d'art de Carthage a des partenariats professionnels académiques à l'échelle nationale et internationale. وزادة دي فورماسيون متاحة اللي قايمين على البراتيك دونك باش تلقاو رواحكم شاركين في دي زيفينمون كولتوريل ارتيستيك وتعملوا دي ستاج في أكبر المهرجانات. الأكاديمي دار دو كارتاج تونيس تنظم نهار الجمعة جورني دو لوريونتاسيون نهار الجمعة 12 مارس أبارتير من 8:30 متاع الصباح باش تاخذوا فكرة أكبر على الكلام اللي كنت نقول فيه على السبيسياليتي الكل وتلقاو غادي دي كونسيي مختصين ينصحوكم ويوجهوكم في لوريونتاسيون متاعكم وتكونوا في الموعد الأكثر. معلومات اتصلوا بال 71 79 66 79 عاود الرقم 71 79 66 79 وهكاك تلتحقوا بالرونتري في مارس 2021. نحكيو على أكاديمي دار دو كارتاج نعود بعد الفاصل. الله كان بنتك ولا ولدك مغروم ولا عنده موهبة التنشيط ويحب الغاديو كان شخصيته مميزة وروحه مريحة غاديو اي اف ام تعطيه الفرصة باش يبرز ويحقق حلمه ويلتحق بفريق غاسين كاري جونيور مع وليد زريات. الكاستينج كل نهار ثلاثة في غاديو اي اف ام بداية من 11 متاع الصباح. للتأكيد اطلبونا على 70 016 020 70 016 020. غاديو اي اف ام أحلى غاديو. Bosch تقدم لكم des solutions pour eau chaude, chauffage et climatisation. Red جودة ألمانية ومواصفات عالمية. Bosch, des technologies pour la vie. أنا بحكم تجربتي في الخلاء نقولكم اللي فروتزي بتاع ديليس دو فروي إيت أن فري ديليس. وفي بالك فروتزي في 3 فيتامين أ سي أو تقدري تنحفظ الألفابي في جرتو. من غير ما تحفظ على خاطر فروتزي من غير حافظ بالعربي سون كونسيرفاتور. لي فروتزي روحهم خفيفة وكلهم فازات. فروتزي متوفر زايدة في حجم صغير 125 مليلتر. فروتزي تعمل عليه. أنا هاك نحب نكبر. حتى لست سنين دانيول يوفر كل يوم كمية من الكالسيوم الصغير تساعده على النمو الطبيعي للعظام متاعه على خاطر فيه مرتين أكثر كالسيوم من الحليب وهو مصدر للبروتينات. وزيد دانيول جديد طبيعي بدون سكر باش نسنسو صغارنا على عادات غذائية سليمة مع دانيول ناتور. صغيرك يكبر ويزيد. Avez-vous déjà vécu le confort dans l'aventure? Avez-vous déjà rêvé de conduire le Volkswagen Amarok? Puissant, avec sa motorisation allant jusqu'à 224 chevaux en 3 litres V6 TDI. Polyvalent, avec sa transmission intégrale 4Motion permanente pour toutes vos escapades. Confortable, avec sa tenue de route et son confort de conduite inégalé. Pour plus d'informations sur le Volkswagen Amarok, rendez-vous au showroom Volkswagen Charlie 2 ou dans notre réseau d'agences ou appelez le 36 036 036. انتم تسمعوا في رفماج البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس على اي اف ام احلى غاديو. علي رفماج الاخبار مع سندريلا توتسويت صندوق الاخبار البوكس نيوز. بوكس نيوز مرحبا. نحكيو على الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اللي صرح في تصريح لي لإذاعة شمس فام قال أنه الحل مع رئيس الجمهورية هو في تفاعل رئيس الدولة والضغط عليه من طرف المنظمات وإحراجه حتى تتجاوز تونس الأزمة. وأكد العباسي على أهمية دور اتحاد الشغل في ذلك مضيفا أن الاتحاد مطلوب منه اليوم تقوية الضغط على رئيس الجمهورية وحشد الدعم لمبادرته. واعتبر حسين
العباسي أنه الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبيب طبوبي له الآليات اللي تمكنوا من الضغط على رئيس الدولة. التعليق كانت من نوع هكا ولات اللغة لغة تهديد سي حسين العباسي، فما اللي قال يعني نفهموا من سيادكم اللي انتم قاعدين صابرين على رئيس الجمهورية ومخلين الكرتوشة الأخرى، فما اللي كتب وقال يزيكم الشعب بضغطوا عليه حتى ولا عنا الضغط ديما مرتفع وعالي. تعليق آخر يقول يعني نفهموا اللي انتم موسعين بالكم على الرئيس وما تحبوش تبدلوا لغة، ونوفى بالتعليق هذا بربي اتحاد الشغل وسي حسين العباسي ادخلوا بالصلح ولا مش لازم. ورهان كيفاش قريت كلام حسين العباسي كيقول الرئيس جزء من المشكل يجب إخراج وإحراج الرئيس ودفعه للقبول بالمبادرة. يقول نور الدين الطبوبي عنده كل الآليات اليوم للضغط على الرئيس. كيفاش قريت كلام حسين العباسي؟ هلو كلام الاتحاد سي كلام بطبيعة بتاع البيت النقابي عموما، ما ينجمش حسين العباسي بطبيعة يكون في موجة والاتحاد وسي نور الدين الطبوبي يكون في موجة أخرى. لكن هنا باش نعلق مش في المضمون، على الشكل كيف يقع صناعة الرأي العام خلال العناوين والعبيد ما عادش تقرأ. راهي مصيبة، راهو الجهل هذية اللي خلى الناس تبدأ تسب في الناصر، يا ناصر يا اللي بيك، تسب في رفيق، يا رفيق اللي انت بتاع اللي ذاع هذية. أعرف نقرأ في بعض التفة ذو مجماعة مهبلة، ذو مجماعة تابعين الخوانجية، لا ذو مجماعة تابعين كذا، مراد صغيري تب حسيله حاجات. نور الدين طبوبي هذو ما تولي علقوا عليه اللي كانت تحكي على سي حسين العباسي أنصار رئيس الجمهورية، ما شافوش الوجه الآخر. كمل وقرأوا تصريح سي حسين العباسي، سي حسين العباسي في نهاية تعي شمل شيء للاستقالة اللي هو مطلب الرئيس اللي ما قالوش الرئيس، هذا اللي هي منتهى ما يريده الرئيس وما يبغيه الرئيس وما يهدف له الرئيس، يجر على الإعلان عليه بالضبط. هو سي حسين العباسي بالعكس دعا سيد المشيشي للاستقالة، ومن جهة قال يلزم نضغطوا على الرئيس باش يقبل مبدأ الحوار اللي طرحه الاتحاد الشغل. كلام متوازن معناها في نهاية الأمر. حبيت نعطي هالملاحظة الشكلية بالشوف يا ولادي، ما ولو واحد على كأنه واحد يحفر في الماء، يعني اقراوا قبل ما تتزموا على العباد، تتمعنوا قبل ما تشوفوا العناوين، شوفوا اقراوا من المقدمه الى الخاتمه قبل ما تتسرعوا هكا تو عبيط. وشكونك انت يا سي حسين العباسي وتسب في رئيس الجمهوريه؟ حتى اللي يقرا عنده عقليه الفراج نحكيو عليه راه مش بدلوا رايه. بالنسبه لي ما تمثلوش الرئيس، وحتى كان قلت على المبادره نتاع استقاله المشيشي، لا الكلمه الاولى اللي قلتها في الرئيس مش من حق لانه مؤله، كيما الغنوشي مؤله، كيما عبير مؤله، ما تمسهمش، انقد الاخرين انا راضي عليك. بل عموما ينجم يبدل حاجه الكلام هذايا، لانه كيما قلت جاي من الغرفه من البيت النقابي مش كلام من فراغ. هو اكيد كلام نور الدين طبوبي، اكيد كلام سميتار، اكيد فكر القيادات نتاع سمير الشفي نتاع الاتحاد. الناس كل في حاله حرج، توا الاتحاد في حاله حرج، هذه مبادره طرحها وحضرها اول مره يطرح مبادره ولكن بالضبط الناس كل معناها رئيس الجمهوريه يبدو انه لم يعامل المبادرة هذه باهتمام. يعني في نهاية الأمر رئيس الجمهورية تفضل خلوا مقعدون تمبادركم، أنا مانيش معني يبدو بالمبادرة هذه. وننتظر ماذا ستسفر عنه قادم الأيام من حلول. وضع ستاتيكو مازال مكمل، ورئيس الجمهورية متمترس في موقعه، حتى الاتحاد اللي نعرف أكيد أنه أقرب للرئيس من المشيشي والنهضة وغيره، ولكن لقى روحه متحرش لأنه أنا عملت مبادرة أنت لوحدة قدام العباد، حتى من قدر ما عطيتنيش قدر، يعني مسانس بيك اتحاد وقاعد تدفع فيا كل مرة باش نساعد معك حتى في الكلام. نور الدين طبوبي قال على رئيس الجمهورية راه عايش في كوكب آخر بعد الأصبر برشا على المبادرة نتاعو اللي ما تفاعلش مع الرئيس، مانيش عارفين شنو يحب الرئيس. نقطة ويتنسي ماذا يحدث داخل رئاسة الجمهورية. نقعدوا مع الرئاسة وبيان لرئاسة الجمهورية. والله لنا نتحامل على قيس سعيد، ولكن راه ورا بعضه الشيء. نسمعوا مليح شنو هبط البارح في البيان رئيس الجمهورية اللي كان في زيارة لنهج الباشا. تفاصيل. أييه البارح تصور شفناهم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى معهد نهج الباشا بمدينة تونس العتيقة. علاش المعهد هذا؟ المعهد اللي تأسس منذ أوائل القرن العشرين هو فرصة لاستحضار بداية الفكر التحرري للمرأة والحركة التحررية النسوية في تونس، حيث كان معهد نهج الباشا أول مؤسسة تربوية مخصصة لتعليم الفتيات في تونس. أنا باش نقرأ لكم جزء من البيان، الجزء الأخير. شدد رئيس الجمهورية على أنه لا حرية للمجتمع إلا بحرية المرأة،
ثم ترجل رئيس الدولة في نهج الباشا حيث تحادث مع عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم، كما زار بالمناسبة محل لصنع أعلام الدول وآخر لبيع الكتب القديمة. برشا نبروا على البيان على الجزء الأخير وكتبوا يعني شنو الإنجاز اللي عمله رئيس الجمهورية في زيارته للحوانت. تعليق آخر يقول يعني لازم تقولونا رئيس الجمهورية وين مشي بالضبط، هاوزار حانوت كفتيجي، هاوزار حانوت متاع بيعان كتب قديمة، هاوزار واحد يبيع في القماش. زيدة الحكاية فما اللي شبه بالبيان وقال شبه البيان بالتعبير الكتابي، قال والله بيان تقول عليه تعبير كتابي متاع سنة سيد سدل. تعليق آخر يقول كل شيء تنبروا عليه السيد متواضع، حب يوريكم اللي هو مهتم بمشاغل كل المواطنين. فما اللي قال ما شفت فيها حتى عيب، الحكاية حاجة مهمة بالنسبة لي أنه يسمع المواطنين الموجودين غادي ومشاغلهم. فما اللي كتب ولاحظ حاجة مهمة في التصاور اللي هبطون في رئاسة الجمهورية كيفاش المعلم يكتب في السابورة بالطباشير، قال توا ما لاحظتش السابورة وحالتها، ما زلنا نستعمل الطبشور إلى اليوم في انتظار الإجابة سيد الرئيس. جملة ينبر عليها توينسة ثم ترجل رئيس الدولة في نهج الباشا حيث تحدث مع عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم، كما زار بالمناسبة محلا لصنع أعلام الدول وآخر لبيع الكتب القديمة. بيان رئاسة جمهورية بربي يجي ولا لا برهان؟ يجي خطر نشاط الرئيس في نهاية الأمر بدقة، نشاط الرئيس مشي كذا. وخليني نستعير الكلام، لا الرئيس ينجم يدور على اليمين يأكل كعبة فريكاسي وعادي يكتبوها في البيان وأكل كعبة فريكاسي، لكن هو الحاج وخلي الحاج تبارك الله اللي هو ذاكرة المدينة مثلا هنا اللوم على البيان. الواحد كان ينجم يفسر علاش الرئيس مشى المحل العلام القديم. اللي يعرف نهج الباشا يعرف نهج الباشا اسمه، يعرفك اللي بيع في العلام، اللي بيع في العلام اقدم واحد في الجمهوريه، واللي خلاه المرته هي اللي مرته اللي هي المراه، واحنا امبارح نحتفلوا بالعيد العالمي للمراه هي المشرف عليه. والسيد الرئيس قاعد تو يوري للشعب تو الاتصال المباشر. يا ولدي ما عرفش نسمع كلام على حد، نمشي للشعب ندق على الباب ونسمع الجواب، نمشي للمكتب هي السبوره بالتباشير. لما ما عندناش فلوس، ما عندناش طابلوات الكترونيك، هذاك هي السبوره بالتباشير، ويلزم المعلم يشب التباشير ويلزم السواب تتمسخ بالتباشير. يلبس هو كلمه تورنا توا تورنا نورمالمون نسيب ستيلو. انا نطمحوا يكون عندنا واحد عادي بيصير ايش نحبوا. لكن شرحتوني بين الحب، قالت ام كلثوم الحب كده بين الحب وبين الفعل. يا ولدي ما عندناش فلوس، ما عندناش فلوس بنشريو طلقيح. والله انا مع الحاج 100%، والحاج راه وقت كي شرقت البوران يعمل ايش فما واش فما اطلب نقول له ليه الحاج صحيح ورد بالك باش معناتها تدخل فتنه خويا البوران تباهي مالا تصرف كان تشوف ايش قال معناتها ايش قال. نخبر المولي والله العظيم نحب نحكي فيه الاخبار رغم اللي ماذا بينا لو جو اخبار بوزيتيف فايب صغير وكذا. اسمعوا مليح الحكايه ونعملوا اسقاط على اللي صاير في تونس بشكل كبير والاوضاع مش ولا بد، ولكن زاد التوانسه ولينا في تريبي خير. نسمعوا الحكايه وبعد الحكاية مؤسفة برشا. جينا من مدينة القروين، البارح تم العثور على جثة مدير فرع بنكي مشنوق داخل منزله اللي كان بحي المنصورة، وتولوا عوين الحماية المدنية رفع الجثة ونقلها إلى مستشفى ابن الجزار لعرضها على الطبيب الشرعي ومعرفة أسباب الوفاة. وحسب المعطيات الأولية أن المتوفي مر بضائقة مالية بعد فشل مشروعه الفلاحي، بالإضافة إلى رفض مطلب نقل تونس العاصمة مسقط رأسه. هذا اللي تم الحديث عليه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع الأخبارية. التعليق كانت هكا من عند توينسا علاش رخصة الروح هكا ولات ما عندهاش قيمة. فما اللي قال كأنه بعدنا على ديننا يا ناس، راهو الانتحار حرام شرعا. واللي قال كان مدير بنك اشنق روحه مال البطالة اش يعمل. تعليق آخر يقول الصبر يخي مازال صغير وعادش بيه كان فلس وعادش بيه كان ما نقلوهش لتونس. هذا مدير فرع بنكي مالاش نقول على الناس الأخرى. ونوفى بالتعليق هذا في تونس وليت قبر قاعدة الناس تموت فيها الواحد ورا الآخر. شو اللي صاير في البلاد؟ علاش هالحالة هذه اللي وصلنا لها؟ معناها شيف دجونسي بانكا معناها مقارنة بمكم 60% 70% من الشعب التونسي هو في وضعية مريحة بالنسبة ليهم، والواحد ينجم يكون عنده مشاكله، عمل مشروع ما مشاش، طلب نقلة من القروين لتونس ما تعطتلوش. شنو اللي يفسر هذا؟ مش نحكي في الوليد ربي يرحمه وينعمه وربي يغفر له ويسامحه ويصبر عائلته، ولكن نحكي في
التوجه النفسي اللي عماشي فيه توينس الكل هالديبريسيون هال اللي هذا مهبط يده بعدنا زيد على كلام ربي نحبوا نكر في كان عادنا الدينية اش معناها انتحار نعرفوا الناس الكل ناصر كلمة ما نعرفش انت تعديت ما صعب في الحياة تجم تكون كان قلة إيمان إنسان وقت اللي ما يمنش بالقضاء والقدر ينجم يمشي للثنية هذه وزاد فما حاجة أخرى اللي هي تدخل في بعين الاعتبار انه كي يبدا ضعيف شخصيته تبدا ضعيفه ما نجمش يواجه المشاكل اللي تجم تعرض له، الناس كل متعرضه للمشاكل، فما ناس تجم تتحمل الضغوطات اللي تجرى لها، يكون في وضع مادي معين ومن بعد يلقى روحه عنده مشاكل ولا شيكات ولا فلوس، ولا نقول احنا البلاصه اللي هو فيها كنقولوا احنا رئيس فرع نتاع بنك، ينجم هذيك الستاتيو نتاعو يتمس منه يقول لك ولي هذا الدنيا هذه ما نجمش نعيش فيها، وهذا اللي هو غلط، يا ودي مهما كانت المشكله ومهما كانت قوتها المشكله لازم لها حل، كي تعرف كيفاش تتعامل معها وتعرف كيفاش تتصرف معها بالطرق السلسه تنجم تخرج منها. نحب الشهادات برهان، تعديت فتره صعيبه برشا بعيد على تفليك وما كنتش تتخيل انه الازمه ذيك ستنقشع، قلت انه ستكون حاجه لا عوده بعدها للوراء وللحياه العاديه نتاعك، نحكي نتصور انا في بقعة كنت خمم هكا، ترى كان الامور السوداويه. ولكن كيفاش عشت كيفاش تعديتها انا والله شو نقول لك بجد كما قال الناصر يلزمها برشا معناها سكينه وبرشا معناها لقاء مع الذات وبرشا تفرغ للكذا وديما في الطاقه وعلم الطاقه البشريه ديما تسقط في المقارنات راه هذاك عليه باهي راهو التمعن احيانا راهو احيانا اليومي الحياه اليوميه تاخذنا وتمنعنا كاللحظات الصغيره نتاع الواحد، واحد كيقوم ديما نقول انا نتذكر نقوم نحل اول من نحل عينيا نتنفس في اكسجين غيري ما ينجم يتنفس كان بماكينه نقوم قمت من الفرش تنقلت للتواليت نقول غيري ما ينجمش يتنقل وحده للتواليت ما هذيك في حد ذاتها سعاده راهو مفلس طاح نظام كذا طاح نظام ساعات تحط عالم كامل كذا في الواحد معناها تلقى تشوفك النقاط الصغيره المضيئه تضحك شويه تشوف اصحابك تشوف الناس اللي تحبك تشوف الحاجات تقارن بغيرك تقارن بالمآسي تقارن بكذا تغزل التفاصيل وتحط انه فما قوه هي الله هي ربي هي العنايه الالهيه راهو مهما كانت راهو باش يجي نهار وتحلها قدامك وهي مسكره 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 من حيث لا تعلم باش يجي المفتاح هكا في لحظه من اللحظات ترك هاو تحل المفتاح هاو تحل الباب تفضل انا زاد مش باش نبعد عليهم الواعز الديني رفيق اليوم ما احنا بعدنا ساعه وربي يغفر له ان شاء الله ربي يسامحه ان شاء الله ما عادش نسمعوا كلام ربي ما عادش ما فماش حتى في تلفزنا هاو في تلفزنا ما فماش البرامج الدينيه اللي تخليك هكا تشدك انت باش تتفرج عليها باش تسمع كما قال برهين نعم الله برشا كل واحد يتنفس تهز نفس تقول الحمد لله برشا حاجات تخلينا نحمدوا ربي على اللي احنا فيه الناس كل حياه هذه مراحل ديوي ديبا نهار باهي نهار مر ونهار حلو هكاك الدنيا لازم تتعدى انا حبيت نقول كلمه واحده والله انا جاتني فتره يا رفيق ماذا بيا الدنيا ديما ليل ماذا بيا ما يطلعش الصباح اقسم بالله العظيم وقت اللي يطلع الصباح نتفجع بالضبط ماذا بيا نقعد راقد والدنيا ديما ظلام وقت اللي يجي نهار نتفجع تلمون عندي مشاكل باش نواجهها ولكن من بعد نقول انا عبد باش ما نجمش نواجه مشاكلي ونمشي نواجه مشاكلي ومهما كانت التحديات ونتعداها هذه الناس لازم تعرف اللي راهو اي مشكله تواجهها تلقى لها حل والله العظيم برافو خاطر نعرف زاد تفاصيل المشاكل نتاع ناس كنا نضعفوا كنا ما نعطيش دروس يعني زاد عندي لحظات ضعف وغيره وكذا مي في الاخر ما عندك كان ربي باش تتشبث فيه معناها تتشبث فيه وباش تولي تدقق فيك التفاصيل الحاجه اللي قال عليها برهان اني قمت نمشي وقمت ناكل وقمت نغزر وقمت كذا العائله العباد اللي يحبوك انك ماكش وحدك في اللوتر بوديموند في كذا ماكش لطف مثلا في سجن في كلها نعمه تولي تفالوريزيها اكثر تغزر الشيء هذاك وربي موجود كما قال لك ربي موجود كلنا نتعداو بمشاكل لازم وربي عادل راهو رفيق راهو ربي عادل يعطيك معناها دي مومون خايبين وبعد يعوضك مستحيل معناها يلا سيدي ربي يفرج على الناس الكل ربي يرحم حبيت نحكي عليه لانه حاله من الياس عند العبيد وكذا راهو فما برشا مشاكلهم اتعس من هذا وصابرين ومتحملين دونك بربي خليه ايماننا بربي كبير دليل عندنا مشكله راهي نفسيه كبيره في اللي نعانيو في مجتمعنا راهي وهي مشكله عابره للطبقات كما قلت باش تلوم عليه شنو هو بطال ماهوش بطال فقير ماهوش فقير وضعيته الاجتماعيه بنكيجي وشافي مشروع بنكيجي تبارك الله في عز الشباب نتصوروا ربي يرحمه ربي يرحمه بعد الفاصل نمشيو لصديقنا طارق الحناشي موجود
في مونوبري باب الخضره. نعود بعد البيب، ما تبعدوا الشوم. من نص النهار المديسة ونص على إيفان. على روحي متغشش وعلى التوانسة عموما. للأسف متغشش، وفي الحقيقة اليوم متغشش غش كبير. شبيكم اليوم يا أخي؟ ما خلناش نحكي على الموضوع متاعي. فاضل سيدي، موضوعك مهم جدا. ما فميش رؤية سياسية. شنو معناتها؟ قضيته الرئيسية ماهيش كورونا. خرجوا لي لستاتكم يا جماعة. المسؤولية هذه يتحملوها الجميع. نسيين، صحيح نسيين وذكرتنا قصيرة. أنا عويدنا عويدنا. أي عويدنا. لا نعرف. كمل نحكي يا رسول الله. في 90 دقيقة مع خلود مبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي، خليل رقيق وشيكي الدرويش على يفهم. سكر ديارنا وكون ده الموضوع. يفهم أحلى راديو. على خاطر صحتكم تهمنا، اليوم البنك التونسي خمم فيكم وحط على ذمتكم ان سيرفيس دو كريدي اون لين. حريف ولا ماكش حريف؟ البنك التونسي بي تي يسهلك حياتك ويخليك تعدي القرض متاعك عن بعد ومن غير ما تمشي لاجونس. موظف ولا مهني حر، يكفي انك تدخل الموقع متاعنا www.bt.com.tn وتتبع المراحل اللازمه. الاكثر معلومات اتصلوا بينا على 81 101 212. راف ماغ، البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس. 58 دقيقة معنا صديقنا طارق تول سويت من مونوبري باب الخضرة. مونوبري في عيد ميلادنا 88 كل يوم ربحين، حتى ل 28 مارس يجي وربحوا بالكارت مونوبري سمايلز زوز كراهب و 30 مليون فلوس في الكارتة. وكل عادة 2500 برومو يستناو فيكم كل يوم في المجازة مونوبري. مونوبري ديما معك. طارق صباح الأنوار، كيف الحال يا طارق؟ صباح النور راف، صباح النور كل الفريق. صباح الأنوار تروقة، توحشناك ليك مديدة، نسمعوا فيك مليح، الصوت واصل 100% مريقل، نسمعوا فيك ونشوفوا فيك على المباشر عبر الستلايت. لا ونحس فيك من الصوت نتاعك، متوحشني برشا راف. والله توحشناك. لا والله متوحشينك خويا، كل ما تدخل معنا تعطينا هكا بوزيتيف فايبس. الله يخليك. محلاها التصوير اللي وراك والخضره وغيره وكذا. انا شقاولك. والله تحياتنا ليك طارق. انا والله يا راف، مادام وراي الخضره عندي مماتي شاهيه شويه خضره، قلت نسالك انت ناخذلها التومسون ولا المدالينا؟ يا تومسون، وقت تومسون. بما انك تفهم في المدالينا وفات شويه. اللي تسمي فيهم هذوكم غله مش خضره. تومسون. اي غله هي ديجا مش خضره، هذي بوركوموسي، اما تومسون في المدالينا. فخ باش نشوفكم فايقين ولا لا. هاكا الحاج فايق، الحاج فايق ويتساءل ماذا يحدث في المونوبري. هاكا يتساءل الحاج فايق. تروك احتفلنا البارح بالمراه وبالنساء، لك انت توا الحريه، ولكن ماذا بيا تختار لنا مراه تلعب معانا. خلي نهار الاول نسهلوه بمراه تلعب معانا مع مونوبري، نلعبوا على 200 دينار في الكارت مونوبري سمايلز. يلا تروك. والله اللوجيك نتاعك حلو برشا رفيق، والليكول اللي تخدم عليها تعجبني برشا، كيفاش ربطت اليوم العالمي بالمرأة، نختاروا مرأة تربح، حاجة ذكية ياسر، حاجة ما تجيش البال حتى حد، معناه مستحيل تجي. مالا عندك مرأة، مالا عندك مرأة ترى، فاجأني. أنا هاو قدامي توا الحقيقة قائمة كاملة. ترى دور لي الكاميرا قائمة كاملة المصداقية. نجم بما أنه باش بعيد عن المصداقيه مش باش ندوروا. اي باهي اوكي، خلينا ما ندوروش. اعطينا مراه لانه الشيره الاخرى فيها الشيره الاخرى فيها برشا منتوجات راف وبيبليسيتي، وفهمتني؟ واضح. باهي يلا صديقي، شوف لنا اكثر. انا اخترت راف بحذانا صديقتنا، تحط لنا الكاسك هذايا. انت تحبها لابسه لونات رفيق؟ مادام اخترتها لابسه لونات ما نلويش العصا في يدك ترى. لا يقولوا لي من الصغرى مغروم بالنساء اللي ناقصين الضر حتى مغروم. في علاقاتك القديمه ممكن انت تعرف كذا كان قالوا لك راه اكيد لو انه هي المراه تعمل لك هكا براسها. يلا سيدي اعطينا نتعرفوا عليه. هاي اهلا وسهلا مدام. السلامة، صباح الخير. صباح الخير. صباح الانوار، شنو احوالك يا مدام؟ لاباس الحمد لله. نتعرفوا عليك، شكون معنا؟ والله الحمد لله في نعمه. نتعرفوا عليك. انا اسلام. اسلام، شو تعمل في الدنيا يا اسلام؟ نقري في مدرسة خاصة. تقري في مدرسة خاصة، شنو تقري اسلام؟ ان شاء الله بيانتو
ان شاء الله بيانتو نعدي الدكتوراه نعدي ان شاء الله ربي ينجحك يا ربي دكتوراه فريمون بون كوراج دكتوراه مش حاجه سهله لازم برشا بيرسيفيرونس وبرشا سوف ربي ينجحك يا اسلام هكا مول اسم اسلام اي رفيق مادام تحضر في الدكتوراه انا نخاف كان تربح شويه فلوس تدخل بعضها شويه وتضيع القرايه دونك يظهر لي خلي نشوفوا عبد اخر حلوه طارق حلوه غريبت فيها شويه مين نرجع لك ما عادش عندي وقت انا تو ميساج على خاطري انا خليها يلا اسلام نلعبوا على 200 دينار في الكارت مونوبري سمايلز نتاعك على الصباح والسؤال يقول كل كرونيكور باش يعطيك محاوله وانت اختار الكرونيكور اللي تبعه الكرونيكور اللي تمشي في الاجابه اللي باش يعطيها لك نختار برهان من لو قبل ما تسمع الاجوبه يا ودي بن علي اختار برهان انا خاطر حاسه بن علي اختار برهان حسيته باش يعاوني برهان باهي اقعد هكاك خليك في الفرضيه هذه وتشوفوا قداش من عام تحتفل مونوبري في عيد ميلادها نتاع السنه قداش عيد ميلاد مونوبري اليوم قداش من عام تحتفل مونوبري هذوما الاحتمالات توا باش يجيوك من البلاتو برنس يلا في 10 60 50 100 120 احسن 120 البرنس منصب بن سعيد يقول لك 120 ناصر الراف 20 سنه عنده 20 سنه مازالت في الشباب نتاعها مازالت كي بدات تكبر مونوبري زياد 55 سنه 55 سنه في عمر برسك الناصر البدوي برهان 60 سنة 60 سنة هذا شقال برهان سندريلا أكبر من الحاج بأربع سنين 88 سنة أكبر من الحاج بأربع سنين 88 سنة لك حرية الاختيار سمعت الفرضية الكل سندريلا. ولكن برهان قال 60 وانت تحب تختار تختار بدلت علاش بدلت فهمت اللي عامل على برهان ما يربحش سندريلا ظهر تحب برهان من البارح سمعت الإجابة من عند برهان عشتي الإجابة اللي تحب تختار ايه يلا اسلام 88 سنة كما قالت سندريلا كما قالت سندريلا 88 سنة المرأة تختار المرأة في عيد المرأة مبروك عليك 200 دينار مبروك عليك يا اسلام مبروك عليك اسلام ربحت معنا 200 دينار في الكارت مونوبري سمايلز دخلت معنا في القرعه باش تربح زوز كراهب و30 مليون في الكارتة دونك ربحت ال 200 دينار تلعب على 30 مليون وتلعب على زوز كراهب مبروكين عليك يا اسلام كان عندك على شكون تحب تسلم يلا عايشك نحب نسلم على الناس الكل على عائلتي على زملائي على اصحابي في جمعيه التونسيه العلوم الفلك اسمع يا علوم الفلك وعليكم انتوما والله طفلة اسلام اي انا الامينة المال في جمعية التونسية لعلوم الفلك اللي مغروم بالاسترونومي مرحبا بيه ينجم يدخل على السيت نتاعنا www.sat.tn يا سيدي تحياتنا ليك وتحياتنا للدكاترة الكل وانت مستقبل ان شاء الله ومشروع دكتورة في القريب العاجل ربي نجحك يا اسلام نسلموا عليك برشا ومبروك عليك مرة اخرى ال 200 دينار في الكارة مونوبري سمايلز اسلام دخلت معنا في القرعة باش تربح ان شاء الله ولا تكون تلعب لتو على زوز الكراهب وعلى 30 مليون في الكارتة يوميا الموعد متجدد يوميا عندنا كادو من اهداء مونوبري بمناسبة عيد ميلاده 88 مونوبري في عيد ميلادنا 88 كل يوم ربحين حتى ل 28 مارس يجي وربحوا بالكارت مونوبري سمايلز زوز كراهب و 30 مليون فلوس في الكارتة وكالعادة 2500 برومو يستناو فيكم كل يوم في المجازين مونوبري مونوبري ديما معك الأخبار كانت هذه ساعتنا الثانية نتلقاو بعد شوية مع البطاقات أخبار الطقس الأخبار بصوت صديقتنا سالمة هلال وبعد نرجع نكملوا النص ساعة الأخيرة مع البطاقات هذه في مجلة 9:30 ما تبعدوش